جلس مالك سفن دنماركي عجوز يفكر في أيام شبابه، وكيف أنه حينما كان في 16 من عمره أمضى ليلة في بيت للدعارة في سنغافورة. لقد ذهب إلى هناك بصحبة بحارة سفينة والده، وجلس وتحدث مع سيدة صينية عجوز. حينما سمعت أنه مواطن من بلاد بعيدة جلبت له ببغاء عجوزا كانت تمتلكه منذ وقت طويل مضى كما أخبرته. أهداها حبيب بريطاني هذا الببغاء حينما كانت شابة. ظن الصبي وقتها أن الببغاء لابد أن يكون قد تجاوز 100 عام. بإمكان الببغاء أن يقول جملا متنوعة بكل لغات العالم، فقد تربى في هذا الجو الكوزموبوليتاني للبيت. ولكن حبيب السيدة الصينية العجوز كان قد علمه جملة واحدة قبل أن يرسله إليه، ولكنها لم تفهمها، ولم يستطع أبدا أي زائر أن يخبرها عن معناها. ولهذا الآن وبعد سنوات عديدة يأست من السؤال، ولكنها فكرت أن الصبي ربما يمكنه أن يفهم ما يقوله الببغاء ويترجم العبارة لها، حيث إنه قد جاء من مثل ذلك المكان البعيد. لقد تأثر الصبي بشكل غريب وعميق بذلك الاقتراح. حينما نظر إلى الببغاء وحينما فكر أنه من الممكن أن يسمع لغة دنماركية من ذلك المنقار الشنيع، كاد أن يهرب من البيت، ولكنه بقي فقط لكي يسدي خدمة للسيدة الصينية العجوز. حينما ردد الببغاء جملته اتضح أنه يتحدث بلغة يونانية، يونانية كلاسيكية. لقد تحدث الطائر بجملته ببطء شديد، وكان الصبي يعرف ما يكفي من اليونانية لكي يدرك معنى الحديث. لقد كان بيت شعر لصافو: لقد غطس القمر والثريا، ورحل منتصف الليل بعيدا، والساعات تمر تمر، وأنا أركض وحيدا. حينما ترجم لها الأبيات مطقت السيدة العجوز شفتيها وأدارت عينيها الصغيرتين المائلتين، طلبت منه أن يرددها ثانية